من انا عايز احضر معاك عايز احضر عايز اكلمك بس عشان اتكلم موضوع الماشين ما عندي اعرف احنا وصلنا لايه الماشين اخر مره كنت موجوده قلنا رفعها كان 2.5 وانت قعدتي بعدها قد ايه على ما عملت دي ده اخر زياره قعدت ده كام شهر؟ هو قايل بقى ان انتوا هي الرفع حوالي 4 سم 5 سم يعني كده عدت في المسموح فهمت كده؟ يعني كده في الاول كانت على حرف العنق الرحم من تحت وبعدين قلنا هنسيبها شويه ولا مش عارف في كمان دم ملوحي ايوه ما هو في دم ده ما ضروري يعني هو كان كل حاجه ماشي تجمع في تجمع وراك بس يعني كم ثلاثة؟ انتوا قلت لي تقريبا 12 ثلاثة هو كاتب كام؟ 10 ثلاثة 10 ثلاثة 10 هو كاتب 10 ثلاثة يعني بالظبط هو قال لي اخر تلاتة على اخر اثنين او اول اسبوع في شهر ثلاثة لا احنا بنتكلم ده 10 ثلاثة ده كده المعادل مظبوط بالظبط اللي هو التاسع اخر التاسع اخر التاسع تمام ده بالنسبة للقياسات بتاعت البيبي هو كاتب ان هو 27 اسبوع 1050 جرام يزيد او يقل 150 ده اللي هو كان كاتبه طبعا كاتب انه مفيش تشوهات ولا اي حاجة وده القياسات بتاع البيبي زي ما الجراف ده هو حدود 3 عين تمام ماشيين بقى كمان من حاجة هو كاتب ان هي نوع كريتيريا ان هي مش مفيش اوعية دموية داخلة من هنا ست شهور فبس بقى الأرياف بيستعجلوا على أولادهم القصة دي هو بيضرب دلوقتي؟ على فكرة أنا مزنوقة جدا حمام أمي دلوقتي عايزة تخشي خشي لا ما أنا مش راضية عشان خاطر بصي بقى هو إزاي شايفة بقى بنت إزاي؟ شايفة آخر المشي معاهم دي المسانة دي المسانة اللي أنا بقولها إيه؟ الأسود ده؟ ده الجدار اللي ما بين الرحم والمسانة
تمام. ودي المشينه اهي، وده البيبي اهو، وده الميه بتاعت البيبي نفسها اللي حوالين البيبي. شوفي بقى قيسها ازاي اهي. اه كام دي؟ 12 سم. يعني عدت 12 سم. يعني كده خلاص امان امان. لا امان كمان في ايه بقى؟ اللاين ده هو ظهر. يعني الحته السوداء دي ده هي. اه. معناها ان في فسح ما بين دي ودي مش داخله فيها. انا هقول لك يا رب. بص اهو. اهو. بص ده مين ده ليه؟ عارفه اللون ده هو؟ مش دي، دي المشين. اللي هو الرمادي قافل شويه. وده اللون فاتح اهو. اللي في النص ده معناها ان في مش لازقه. فهمت كده؟ اه. بس احنا برضو لازم نعتمد على ايه؟ نعتمد على كلام موثوق فيه، يعني الكلام ده بالخبره بتاعتي انا اقدر اطلعه هنا. لكن لازم يبقى فيه كلام يعني ايه؟ هو فين العين نفسه؟ اهو الراس اهي. والدراع اهو. اه شفته كده كده. ايوه ده نايم على جنبه اليمين صح؟ نايم على جنبه اليمين. كانت الجنب دي، واحنا قلنا ان هو ولد صح؟ كده؟ اه. يا ابن احمد. بص اه مجري او اتحرك كتير. لا انا اللي بعمل كده. شوف المهم كده وعارف، بس انا بحاول اجيب لك ادي القاسيه والقاضي دي الفخذ. احنا كده تحت من تحتيه. هو ليه دايما مقعده تحت؟ يعني ايه مقعده تحت؟ يعني المقعد بتاعه هو اللي بيحمل في الرحم تحت. يعني ما اعرفش ما هذا هو اللي كان هو مش بتاعتي انا. هي الراس اهي. هي هنا كده الراس اهي. كده اهي الراس اهي. الراس اهي تحت. ده بيتوب. لا بيتوب ايه بس؟ دي الراس. دي الجمجمه. الوزن يسر؟ ايوه اكيد هو مطلوب الوزن يسر. ميه كويسه اهي تمام كده. شوف بقى الحكايه. ادي القبيله اهو. الفخده والخاصيه والقبيله. الفخده والخاصيه والقبيله. فخده ولد ما فيهاش كلام. ده سواء عشان الدكتور بيوريه بيقول لك المايه حواليه كويسه جدا يا دكتور. الحمد لله. والمشيمه رفعت خالص 12 سنتي. الحمد لله. مش 5 سنتي. ما هو كل عيال بقى ماسكينها تغذيه كل عيل وعامل لها برنامج. ايوه ربنا كبير. الحمد لله. كان نفسه المعنويه ارتفعت شويه. دي الصوابع. الصوابع فين؟ يا عزل ايديه ولا؟ ايديه عامل ايديه كده. قافل ايديه. هو دايما جوه البطن قبل ايدي بره قبل ايدي. عين مناخير. ايوه فين؟ هات لي تفاصيل وشه والنبي يا دكتور الله يبارك لك. مش هتيجي في هنا زي التاني يعني هتشوف هتيجي عامله زي الايه؟ انا باصص كده من فوق ادي المناخير اهي مفيش تشوه مفيش فتحه في المناخير. وادي العين الخد اهو ادي الراس اهي الخد ايه ده خد خد لسه عيل صغير يا جدعان. هات له الجمجمه هات له الجمجمه بتاعته ايوه هنا اهي. بس هو الحمد لله ما فيش اي تشوهات ما فيش اي حاجه. هو قال لك ما فيش وانا قلت له الحمد لله. امي هو بيضرب دلوقتي؟ اصبر لا. الجمجمه كانت هنا. هو الظاهر عارف ان احنا بنتفرج عليه الكلب الصغير من دوت. بس ده الدكتور بيقول المايه كتيره جدا. طب الحمد لله مش كتيره حلوه. حلوه يعني اللي هي رفع كويس. دي الدراعات. شفت صوابعه لسه عاد ميه صغيره. اصابع صغيره منها. راح فين؟ اهو على جنبه. شوف النبض بتاعه. ده قلبه؟ ايوه. يا عسل. طب يتحرك. شفت قلبه ازاي؟ بيعمل كده. طب هو لسه مكان قلبه مفتوح؟
ما رضاش يشوفنا بيتحرك. السونار بيكشف. السونار بيجيب اللي هو الجلد طري فبيبان من تحت الجلد. لا هو السونار بيبين اشعة. الله قلبه صغير، قلبه قد قلب العصافير. أيوة. شفت العصافير ايوه قلبه هناك اهو في المقعد ده الخاصيه وادي الفت دي هنا كده تحت، عشان كده دايما الحته دي محمله، عشان كده بيقعد يخبط. لا ومحمله عندي طوق اللي فيها فظيع. جنب الشمال يا دكتور دايما واجعني هنا دي. ده قولون ده مش ضرب، ده مش كله اهو كده القولون هتلاقيه مركز في الحته دي. وده منفوخ او زي ما احنا كاتبين 13/3 نفس الكلام. 13/3 مش هتفرق. تمام. سنتي بيجيب كده 28 اسبوع و3 ايام، يعني 29 دلوقتي احنا ماشيين في الاسبوع 29. يعني انا كده في اول السابع، في اول اسبوع في السابع. وكده البيبي 1300. 1300 جرام. هو كان 1150 ساعه هو ساعه الاشعه؟ الوزن هو. يعني كام؟ احنا كده 1300. 150. بيكبر. بيبلى لحمة. شهر سبعة ده هي يعني السابع ده هيزيد كام؟ هيجيب كيلو. كيلو عن 1000 يعني هيطلع السابع هيطلع 2 كيلو شوية، من السابع يخش التاني 2 كيلو. تمام. تمام كده؟ يعني كده هينزل وزنه كويس. لا لسه ده لسه التاني، يعني على ما يوصل التاسع هيبقى فيه كيلو كمان، يعني 3 كيلو. لو ماشية مظبوط هيبقى 3 كيلو. لو في تقصير 2800 2900. حلو برضه مش وحش. طلعوا 3 وربع. ده كان الاخ ده كان سامي اتولد وزنه يوسف ده كان رنجه يا عيني. فاكر دكتور الاسانسير؟ ما انساش الحادثه دي عمري. ده حصلت معايا تاني في والله العظيم في المستشفى تاني. بس الاسانسير كان كبير وقعدت الحلقه بالاسانسير والله العظيم. يا لهوي الاخر هحط الارقام دي هخش في كارت كده او الرسم ده هعرف الدنيا ايه حجم الجسم الاطفال في سنه كويس ولا لا. بعد كده عليك ان اعمل الدكتور هتتوقع على الحجم السن هو الدكتور كان دكتور سعيد قال ان يكون في التصاق في الجزء بتاع التصاق في المثانه او في جدار الرحم من المشيمه نفسها. هو فاهم المشيمه الملتصقه. عملت كام قيصريه؟ مره. مرتين طبيعي؟ شاي جدا عشان كده بيلعب في كل حته. شاي جدا
ما شاء الله ماشيين مش منتصفة خالص. النبيل تمام. ومش واطية. الحمد لله ارتفعت يعني. هي كانت ساقطة لفترة كبيرة كده الجزء بتاعها. كانت ساقطة 5 سنتي عن القيصري. مش أي حاجة طبعا في العالم خالص. بس الميل اللي نقع على راسه فوق اللي بتعملش قصير كده؟ مره زي كده منها في الفيس بوك انت عارفه دي؟ عشان كده ولا ايه؟ عشان كده قلقان؟ طيب انا هقول لك كل المعلومات قلقان تكون لازقه هي مش لازقه احنا كويسين اطمنك خلاص؟ تمام طيب مش عارف اطمنك ماشي ازيكم يا اصحابي عاملين ايه النهارده لقينا ماما تعبانه جدا بسبب الحمل وان هي في اخر شهور وان هي في اخر يعني ايام الشهر الاخير وهي خلاص قربت تولد وطبعا هي تعبانه جدا وطبعا لقينا عندها حموضه عشان السراج شعره وقع في صدرها وهو دلوقتي اتلر شعر عشان كده جايب لها الحموضه واحنا طبعا بحثنا بقى سيرج على اليوتيوب وقعدنا ندور كتير 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 عشان نعرف ايه الحاجة الجميلة ليها واكتشفنا ان احنا لازم ما نديهاش حوامض خالص عشان معدتها ما تكونش يعني ايه ولا برتقان ولا استفندي ولا الحاجات اللي فيها حوامض خالص ولا اسمها ايه دي مانجا ولا برقوق ولا خوخ لازم الحاجات اللي ما فيهاش حوامض والحاجات الجميلة ومفيدة والاناناس وطبعا هي في اخر ايام الشهر الاخير ده لازم تاكل فواكه وخضروات كتير والدكتور قال ان هي عندها حموضه ولازم تاكل طبعا الخضروات دي ولازم تاكل البان ومثلا زي الرايب وزي ايه تاني زي اسمه ايه الزبادي وزي الحاجات دي فاحنا دلوقتي هنعمل لها عصير جميل جدا ليها وكمان مفيد وما ينفعش تاكل اي حاجه فيها صلصه ولا حوامل مسلوق ولا مسلوق طبعا لو جيت تكون فراخ طبعا لازم نعملها لها مسلوق ولا ممنوع عنب كده فيلا بينا دلوقتي نوريكم احنا هنعمل الطريقه الجميله عشان هي تتغذى وكمان سراج يتغذى ويكون جميل يعني ويكون حلو صحته جميله يلا بينا دلوقتي عشان نعمل انت انا اكون المساعد بتاعك وانت قول لي وانا اقطع واجيب لك استنى اولا الخلاط وطبعا لازم عشان احنا جايبين لها موز وتفاح يوسف هيكون المساعد بتاعي لازم يوسف تقشر لي الموز يعني هنحطه بقشره هيقشره لي وهنقطع هنقطع دلوقتي التفاح عشان يكون سهل تضربه في الخلاط وانا دلوقتي يا جماعه بقطع في الموز خد قطعتك اول واحده حطها هنا ماشي لا استنى عادي اما عادي اللي تقطعه حطه ماشي طب روح هيك هات الميه وجهز وهات السكر لا السكر في الضرف السكر يا جماعه هنحطه في الاخر وما نكترش من السكر عشان ما يتعبش ماما الموز اهي وشيل البذر بتاع التفاح طبعا لازم نعمل حاجه جميله لماما ومفيده لماما وطبعا لازم نهتم بيها جدا هو مش المشروب ده بس لا ده كذا مشروب وطبعا لازم نهتم بماما في الفتره دي بالذات ودلوقتي لازم انت تشرب زبادي والزبادي
وطبعا غايب والحاجات دي كلها مفيده ليها وكمان للسراج. هي دلوقتي في الشهر الكام؟ التاسع؟ اه الاخير خلاص، هي في اخر ايام الشهر التاسع. التاسع؟ لا في اول ايامه، امبارح كان اول التاسع يعني هي في اخر ايام يعني. سمير انا نسيت اقطعها، خد اقطعها عادي. وهي خلاص في اخر ايام الولاده يعني الربط. فلازم بقى نظبط ماما كده ونعمل لها العصير الجميل. تشرب موز دوت خلاص كده يا ترمي. ودي ودي طبعا يا جماعه قطعنا تفاح وكمان الموز اهو بنقطعه صغنطوط عشان ينفع يدير بسرعه. وطبعا هننزل عليهم بعلبه زبادي طبيعي كامل الدسم المرايح كبيره دي. طبعا جميل في الارض بقى اهي، هننزلها دلوقتي وهجيب انا كوبايه ميه. هبقى ازازه ميه من عندك؟ اه كوبايه ازازه. طب عايز ازازه ايه؟ دلوقتي هننزل بالميه. طبعا سيبنا نحط بقى، طبعا سيبنا نحط مش كلها يعني، بس بس عشان نحط كتير احنا نديك فايقه بس يا عم مش كفايات. طبعا بس كده هي ازازه ميه الصغيره دي. ودلوقتي هات لي معلقه شاي صغيره يا يوسف. شاي عشان احط سكر؟ لا معلقه كبيره. ايوه ما استغربت. هنحط معلقتين سكر كبار، ادي واحد ادي اتنين بس كده. طبعا نقفل ونرجعها مكانها والمغطى بقى عشان نقفل. استنى يوسف نقفل كويس، قافلين كويس. 3 2 1 اضرب. شوف الفيشة، اضرب شوف الفيشة. خلصنا اخيرا العصير وهجيب مش كوبايه بس انا ايه شديد. خلصنا العصير الجاحد بتاعنا وهنجيب 4 كوبايات عشان كمان احنا حابين ايه ندوق مع ماما ندوق بس دواقه دواقه فقط مش طايل. طب هات الهات هات الكوبايه عشان انا اوزع مش طايل. طب خد يا مساعد لف ده وشيله في الضلفه. هات عندي شيء ادي السيف ده. طبعا ريحته جميله جدا جدا، مش عارف اقول لكم ريحتها يعني حلوه قد ايه. انت ممكن تشملها. وطبعا يا جماعه احنا خلصنا العصير الجاحد ده، طبعا ريحته جميله جدا 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 يعني. يلا بينا بقى نجيب 4 كوبايات، هات ازاز نجيب العملاقه دي في ماما عشان الحموضه اللي عندها. وبابا متهيألي برضو عنده حموضه، حط له 1 عملاقه يا عمي. عدي كده عايزين اتنين، واحدة ليا هاتوا مشطفة مشطفة ليا. لو ما لقيتهاش يبقى خلاص. جبنا 4 كوبايات اهو. طبعا بقى ايه صب العصارة خلوك حالة تديلك.
دي لماما، هات لي من هناك. طبعا عايزين نظبط ماما. دي بابا، احنا هندوق فقط 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 هندوق. حطوا بقى في الدلو ما موتك، يبقى كده بقى ابو زنطوط هنا. وكده دي نهاية الحلقة يا جماعة، يا رب تكون تعجبكم ان شاء الله. ماما تستفاد من العصير الجميل ده، وطبعا هتفضل مستمرة على الخضار وعلى الفاكهة وعلى الرايب والزبادي والزبادون والحاجات دي، وتبعد عن الحوامض والصلصة والحاجات دي كلها عشان صحتها وصحة سراج اخونا. يلا تابعونا على حلقة جديدة مع ماما لولو. مع السلامة. تمشي مواضيع صرح. ايه ده؟ هو ايه ده؟ ده الحمام وده الكوميدينو، بس هو بلاستيك ليه؟ اول مره اشوف كوميدينو بلاستيك. وده السرير. اي شباب يا رب سمير سعد. خليك انت معايا، هات انت صور، خد صور بقى. اوعي اعمل لك، اوعي اعمل لك المره اللي فاتت التغيير ان شاء الله. ليه ما كانتش عامله حسابها على فيصل؟ هوب اتشقلبت. المره دي بقى هي فاهمه فالغيره. يا زميل هنعمل فيديوهات، وفيديوهاتي سراج خليها تخش الحمام كده وتفضي بول ماشي. احنا مقضينا اليومين دول فيديوهات على النت. على ايه يعني؟ انت بتصور يا ابن الله؟ انت مستأذنين الدكتور؟ بصور الدكتور، بصور معاه والله. بص بص دكتور سعيد، ما تصورش. طب اقول لك ما تقفل من البيبي يطلع كده شعار. بقى فحصحيها كده وشوفي من تحت عامله ايه وبص عليها. بعد البيبي ما يطلع كده، بعد البيبي ما يطلع نقعد نتصور ونتصور يا عم مع دكتور سعيد. بس هو عايزنا ايه اول كلمتين انا وانت، اللي هو ايه دكتور سعيد ده اشطر دكتور ولاد احنا عرفناه، وهو اللي ولده. هو بعد ما نطلع ما فيش ايه ولا قبل ما نطلع. هنعمل الحلقه بتاعتك يا ريس مع دكتور اهو. دكتور سعيد بيقول لك امين. الدبلر تكتب بس فيديو يا دكتور.